بالنسبة لمشاركتي في هذا الانتقال وليت الانتقال في منطقة سيبراهيم، هي الشرف وأتشرف أن يكون في هذا المهرجان مشاركة. بالنسبة لإحساسي أنا فرحانة بزاف، لأنه ولو مهرجان الأمازيغي هو دائما يحتوي كل الأنماط، يعني والدليل أن اليوم معنا الأرتيست، معنا الدي جي سرعات، يعني معنا بزاف ديال الألوان، بزاف ديال الأنماط. مهرجان كيعجبني لأنه كبير بزاف ومعروف، فهي شرف وتشرف، أنا فرحانة بزاف. بالنسبة لي ديو ديالي دابا اللي كاين غادي يكون مع بلال، هو عبارة عن فيديو كليب إن شاء الله غادي يخرج قريبا، غيطرح إن شاء الله هنا الأسبوع إن شاء الله. بالنسبة للديو ديالي علاش تأخر ديالي مع الفنانة الحريات، لأنها كان مشكل في اللغة، أنني أنا بغيت نغني المغربية وبغيت هي تغني اللغة العراقية، باقي ما لقيناش توافق، لقينا الأغنية ولكن التوافق في اللغتين باقي ما لقيناهوش، مازال تأخر شوية. أنا في أول أدب أغنية مصرية إن شاء الله مع محمود ليسي، فهي كنسنى الوقت لأن بحكم الانشغال ديالي من وراء هاد الفيروس اللي عشناه وهاد المحنة اللي كانت دازت ويلا بقينا تما، ألوغ عندنا شوية ضغط بالنسبة للستوديو، كنسجلو بزاف، كنشوفو بروجيات ديال لي شونسون بزاف، الكليب، يعني مقدرتش نقسم الوقت ما بين مصر وما بين لبنان باش نمشي عند رحمة. لينا رحمة رياض كنديرها تحية خاصة، هي معايا نفس شركة أوتار، كنديرها تحية خاصة، وإن شاء الله غادي نكون عند حسن ظنكم، لأن كنحاول ما أمكن دائما نكون طابع مغربي في الصوت ولا في الأداء ولا في الغناء، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. مشاركتي انا فرحانه بزاف، انا جايه عند خوتي وصحابي وحبابي، وانا في تيميتار الدار ديالي تعتبر الدار ديالنا. شكرا.